والله يعني من حسن الطالع ان احنا مع مؤسسه اعلاميه كبيره زي مؤسسه اخبار اليوم ممثله في جريده رياضيه متميزه بتحتفل بعيد او سنتها 28 نتمناها سنه خير عليها وعلى مصر كلها اخبار الرياضه. يعني تاني مره بنعمل هذه الاحتفاليه بنكرم نجوم العام 2016 بيبقى اختيار بين اسره تحرير الاخبار الرياضه واسره الثقافه الرياضيه لعناصر متميزه اخلاقيا ومتميزه فنيا، وده اللي حصل النهارده الحمد لله. مفيش ولا اسم من اللي انتم شايفينهم تم تكريمهم من المؤسسة أخبار اليوم ولا من الثقافة الرياضية أنه ما ينفعش يتقال عليه، لا اخترتوه ليه؟ بفضل رب العالمين جميع المجموعة على أعلى مستوى وخلقا وعلى أعلى مستوى فنيا وكفاءة فنية، ونتمنى يكونوا هم دول القدوة اللي احنا بنقدمهم للشارع الرياضي المصري. بفضل الله أسسنا الاتحاد المصري الاتحاد العربي للثقافة الرياضية في الأقصر، أسسنا الاتحاد الإفريقي أيضا، عملنا مؤتمر الرياضة ثقافة على مستوى الوطن العربي في ديسمبر، التأسيس كان في مارس، عملنا الأولمبياد المصري النوعي الثاني مع الاتحادات النوعية الثمانية عملنا في أسوان. بفضل رب العالمين عديد من النشاطات اللي هي الندوات والبرامج الإذاعية لتثقيف المستمعين من المحبين للرياضة والممارسين ليها، مع تقديم جوائز مالية للي يعني عشان برضو نعمل نوع من أنواع الجذب. يعني دي أبرز الحاجات اللي عملناها. بفضل الله عندنا بطولة 2017 عام زاخر بننظم دبلومة في الثقافة الإدارية مع أكاديمية السادات، عندنا مجموعة أنشطة كبيرة هتبقى في إن شاء الرحمن 2017 بإذن الله. ده سؤال مهم بالنسبة لي. في 2004 كنا أول حاجة تأسس في الوطن العربي وقارة إفريقيا وآسيا كمان الثقافة الرياضية، كانت جمعية أهلية مجموعة من الإعلاميين والرياضيين التقت إرادتهم عشان تغيير مفاهيم الرياضة عند الممارس وعند المتلقي، كانت زادت نسبة التعصب والشغف، فعايزين نفهم الناس إن الرياضة دي قيم نبيلة ما تستاهلش الخروج عن الأخلاق و دي بتقرب مش بتباعد. بناء عليه بدأنا على المسيرة الجمعية، ثم بعد نسبة نجاح الحمد لله كانت كبيرة وموفقة ودعم من المهندس حسن صقر رئيس مجلس القومي للرياضة آنذاك، تم تأسيس اتحاد الثقافة الرياضية المصري، كان أول اتحاد على مستوى مصر والوطن العربي وأفريقيا. ثم وجدنا ان في على الاتحاد في اتحاد دولي اسمه الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية مقر الدنمارك، واحنا ما كناش نعرف، فساعدنا ان في فكره احنا رحنا لها اتضح ان سبقانا بعشر سنين العالم 132 دوله مؤسسين اتحاد دولي في الدنمارك، رحنا على طول منضمين ليه. بعدها كلفنا من الاتحاد الدولي ان ننشر هذه الفكره في قاره افريقيا ومن اتحاد اللجان الوطنيه الاولمبيه العربيه بان نشرها على مستوى الوطن العربي. بفضل الله اسسنا الاتحادين. الأهداف بسيطة، الرياضة بتمارس عشان تغذية أولا إصلاح البدن، ثم تغذية الروح والوجدان والعقل بأفكار سامية. إن لما واحد يعني أبسط القواعد إن الثقافة الرياضية القيم تنفذ القيم بتاعت الرياضة، القيم بتاع الرياضة بقول لك إيه؟ إن اللي قدامك ده مش خصم، ده منافس، لو مش موجود أنت مش هتلعب رياضة، لكن لو هو موجود وانت بتتعامل معاه في الفرق الجماعية، بكرة اللي كان بالأمس منافس بكرة يبقى زميل، وانت شايف حركة التغيرات مثلا في لعبة كرة القدم ما عادش فيه لعيب بيقعد في فريق على طول. النقطة الثانية لما لعيب يقع اللعب، كل الناس بتكلمك على اللعب النظيف انك تنزل تطلع الكرة برة مثلا، يعني في لعيبة ما بتعملش الكلام ده، فانت بتحاول تقول لهم يا جماعة ده أهم من ان انت تجيب جول. نزلين احنا بقالنا ما شاء الله دلوقتي 6 سنين على مستوى الاتحاد بنعمل مسابقات وبنعمل ندوات وبنعمل مؤتمرات ومع كليات التربيه الرياضيه مشاركين معانا. ما هو الاستاذ سامح السريطي عضو مؤسس للثقافه الرياضيه، هو سفير الثقافه الرياضيه زي الشاعر عماد حسن زي الكابتن احمد ناجي، دول من المؤسسين الاوائل.